خلينا نطلع الان على بيزمنت. ما اعرف هو نوم ولا فيرة. بيزمنت. عندي. probability of A given B. probability and A and B. احتمال انه A و B يصيروا. بالحالة العادية لو كانوا independent بتكون هي خلص probability of A في probability of B. بس احنا ما بنعرف انه في dependence فتكون probability of A في probability of B given B. لكن ممكن هاي كمان كانت تكون تساوي probability of B في probability of A given B. مظبوط؟ ناخذ هلا هذول الجزئين نساويهم في بعض فبصير عندي probability of A probability of B given A بتساوي probability of B probability of A given B. راح اخلي A هون وراح احول هذه اجيبها هون فبتصير عندي probability of A او لا probability of راح اخذ هاي عفوا هون probability of A given B بتساوي probability of A probability of B probability of B given B. هاي هي بيز لو. خلينا نطلع عليها نفهمها مضبوط لانها مهمه جدا. هاي ايش بتقول؟ انا قبل ما اعرف ايش انه B صار او ما صار قديش كانت الـ probability of A عندي كنت بعرف ايش عن الـ probability of A. وخلينا ناخذ مثال خلينا على فكره ناخذ مثال يوضح هاي بشكل واضح. رح افترض عندي روبوت رح افترض في عندي بيت ضخم بيت ضخم يعني زي قصر في 20 غرفة نوم في 5 حمامات شو احتمال انك تشوف علبة صابونة من هدول اللي منكبسوا في الحمام عادي مش هيك؟ يعني خلينا نفترض انه هذا هو الصابون المعتمد في البلد هذه مقررين انه كل الصابون اللي بده ينحط في الحمام لازم يكون اللي بينكبس بس هذا اللي في المنزل مهمل شوي مش كل الحمامات فيها صابون فما بيتابع فما فيش سيرتنتي ما في 100% سيرتنتي في احتمال كبير انه يكون في صابونه بالحمام ومشكلته مش بس مهمل كمان ولما يروح يشتري الصابون بيرميه مرات في اماكن قبل ما يحطه في الهاي فبيرميه بغرفه نوم او شيء في احتمال ضعيف انه يكون في غرفه النوم في صابونه في احتمال قوي اذا احنا ايش الكلمه هون uncertainty كل هذا الهدف هلا to deal with uncertainty إذا بدكم تتذكروا كلمة uncertainty، لو إنه عندي 100% uncertainty كان في أشياء كثير هون بتتسهل، بتصير أسهل بكثير، ما فيش العالم مش أبيض وأسود، مش هيك؟ في جراي سكيل. فإجينا إحنا اطلعنا على هذا وهلا هو في الواقع طبعًا إحنا هاي رح ناخذها من الأرقام، أو ممكن نسأل صاحب البيت، نقول له أنت من خبرتك، هي هو الخبير، هو صار الإكسبرت، أه؟ نسأله من خبرتك، شو احتمال إنه يكون في دائمًا صابونة موجودة في الحمام؟ ممكن أقول لك مثلًا 90%. ماشي؟ وشو احتمال انك تيجي تطلع على التخت او الكنبايه وتلاقي عليها مرمي صابون؟ بقول لك والله صارت قبل هيك، يعني قديش مثلا؟ 5%، مظبوط؟ هي الانسرتنتي. هلا جبنا اوتونوماس روبوت. كيف نرسم الاوتونوماس روبوت؟ يكون ايش طالع منه هيك ولا نرسم؟ هي اوتونوماس روبوت له اجرين وفي سنسرز. ورمينا هذا اللي حطيناه في البيت الروبوت وبدا يتحرك، اوتونوماس روبوت يطلع وفي سنسر، السنسر تبعه فيش في غير سنسر بتعمل ديتكشن، في صابون يشوف صابونه ولا ما يشوف صابونه. ما بيعرفوا بأي غرفة الآن، حطينا واحدة من الغرف الـ 25. هلا هو بده يبدأ يحاول يظبط معلوماته يزيد معلوماته إنه هل أنا بغرفة نوم ولا بغرفة ولا بحمام؟ هلا البارامتر الوحيد طبعا في الحياة الواقعية رح يكون في عدد من البارامترز رح آخذ، يمكن مثلا يقيس الرطوبة بعرفش إيش أو يتطلع أو في أرضية الحمامات مثلا بلاط وأرضية الهاي مثلا كلها سجادة أو شيء، في بارامترز ثانية، بس إحنا هون رح ناخذ شيء بسيط جدا رح نقول له فتش على الصابونة، هلا إذا لقى صابونة ما بقدر أقول إنه هو بحمام، ليش؟ يعني في عندنا uncertainty هي هاي المشكلة هاي مشكلة uncertainty لكن بيقدر هلا هو يبدا يحسن المعلومات اللي عنده طيب من البداية هلا شو ايش بده يبدا هلا احنا بنفتش عمالنا ايش الـ probability of bathroom هذا هو السؤال اللي احنا بنسأله هاي هي الـ hypothesis الـ hypothesis اللي هي فرضية فبنقول شو احتمال انه هذا الروبوت الآن يعني يكون فيه bathroom قديش الاحتمال اللي بده يبدا منه شو الاحتمال المنطقي اللي يبدا منه الـ prior information 5 على 25 هذا هو الرقم المنطقي فانا بغذيه بالمعلومات اللي انا عارفها هاي المعلومات اللي بتكون قبل ما تصير PA PA هي المعلومات بنسميها prior probability او a priori probability prior ايش يعني prior before من اللاتيني posteriori او posterior او بهذا بعد اذا هاي بنسميها
ابريوري، ابريوري نوليدج او براير نوليدج، براير نوليدج. في عندي نوليدج حاليا الان، هاي هي المعلومات اللي عندي بس. المعلومات اللي عندي بس هون انه اللي هي اللي هي انه انا في غرفه حمام او غرفه نوم. احنا بنفتش على الفرضيه، عمالنا بنفتش على probability of bathroom. اذا حاليا probability of bathroom قديش راح تكون؟ 5 على 25. ليش مش 5 على 20؟ واضح ليش 5 على 25 مش هيك؟ الكل فاهمها هاي؟ اذا هلا T of A بتساوي 5 على 25 بتساوي 0.2. هاي هي المعلومات اللي بعرفها، بغذيه بالمعلومات بعطيه انا الابروير نولج. هلا بدا يتحرك وايش السنسر تبعه؟ بدا يشتغل، ايش السنسر هذا بقول؟ بشوف هل هو عمل ديتكشن لصابونه ولا ما عمل. هلا هون بنسال السؤال، لو هو اجى عمل ديتكشن ولا صابونه شو بتغير عندي؟ بصير عندي معلومات جديده مزبوط. شو بعدل؟ بعدل بي اوف اي جيفن اني شفت بي. ما راح تصير هذه واحد، ما فيش، مش سيرتن، مش سيرتن لانه فيش عندي سيرتنتي. لو احنا متاكدين انه اذا انا لقيت قطعه بكون انا في باثروم انتهى، بس انا بدي اعدل البرايورتي، بدي اشوف قديش 0.2. هلا شو بتتوقعوا يصير في ال 0.2 اذا انا لقيت، اذا لقيت صابونه ترتفع، واذا ما لقيت صابونه تنزل، بس ما بتطلع لواحد ولا بتنزل للزيرو. ليش؟ لانه عندي انسرتنتي. هذا بنطبقه المثال نفس الشيء مثلا في التنقيب على النفط فرضا. بيجي مثلا بيجي الخبير، هلا لاحظوا في معلومات ناقصني انا هون حتى اقدر اعدل، بس احنا هلا خلينا نفهم شو اللي بنعمله. في معلومه هون بدي اياها، وفي عندي معلومه هون بدي اياها، مزبوط. هاي المعلومه عندي اياها، بدي هدول المعلومتين حتى اقدر اعدل واطلع هاي المعلومه. هلا بنيجي بنسال الخبير، بنقول له مثلا انت من خبرتك من حقول النفط او مناطق النفط اللي موجوده، شو الاشياء العلامات اللي ممكن تعطيكها؟ مش عنده خبره هو؟ فبيجي بقول والله احنا من ال 20 حقل او ال 30 حقل وجدنا مثلا في طبيعه معينه للارض هيك، هاي بارامتر، بس مش كلهم، هاي المشكله مش كلهم. فبيجي بقول مثلا 80% منهم كانت الارض مثلا لها هاي، او مثلا بيجي بقول لما قسنا الريزستيفيتي وجدنا الريزستيفيتي عاليه مثلا بهاي الحدود، بس كمان مش 100% سيرتينتي. اذا في عنده هو ايفيدنس، راح يبدا يفتش على الايفيدنس. احنا شو بنعمل اذا بناخذ المعلومات هاي من الاكسبرت؟ الاكسبرت بيعطينا هدول المعلومات اللي هي probability of B given A. ايش يعني probability of B given A؟ احنا عمالنا نفتش probability of A given B. probability of a bathroom given انه لقينا صابونه، هذه هون probability انه B given A انه ايش احتمال يكون عندي صابونه اذا كنت في الحمام. اوكي فاهمين الهاي؟ هاي معكوسه هون، هاي عكسها. هاي شو احتمال انه اكون في الحمام اذا لقيت صابونه؟ هاي شو احتمال انه يكون عندي صابونه اذا كنت في الحمام؟ معكوسين الاثنين. هلا بنشوف، بنحط بعض ارقام وبنشوف. ففي عندي هون راح يكون، فهدول راح نحول A و B. A راح نسميها هي الهايبوثيسز، وراح ارمزها بالرمز H. ايش هايبوثيسز يعني؟ ايش بالعربي هايبوثيسز؟ ايش ثيري؟ ثيري نظرية. طيب هايبوثيسز فرضية. الفرضية مش شرط انها تكون صحيحة، بدنا نفحصها. ممكن تتحول ل نظريه ثيوري، وممكن ممكن تلتقى اضحضها، ممكن اضحضها ممكن تتحول، لكنها الان هي فرضيه. فراح ارمز لكل الايز هون بانهم اتش، وراح ارمز لكل البيز ايش تتوقعوا؟ راح نسميها ايفيدنس. ايفيدنس او ديتا اللي بدك اياها تسميها، ايفيدنس او ديتا هي راح نرمز لها بالدي، اللي هي الادله. فكل ما بتكون عندي ادله جديده شو بعمل؟ بعدل النظريه اللي عندي او بعدل الداتا اللي عندي بدلاله اي اللي موجوده هون. فببدا من بريوري بروبابيلتي، وهون عندي بصير بوستيريوري اللي هي اللي هي كيف بتصير عندي المعلومات الجديده. وطبعا كل ما لقيت داتا اكثر شو ببدا بعدل؟ مش رح يكون بس عندي E، ممكن يكون عندي E1 و E2، فأنا هون ممكن يكون عندي E1 E2 E3 E4، وببدأ بتحسن عندي، بصير عندي معلومات أحسن عن الهايبوثيسز اللي موجودة بدلالة النظر الأدلة اللي بتبين معهم. كل ما بين معي أدلة أكثر بتحسن معي الفرضية، بحسنها وبغير الداتا. خلينا هلأ رح ناخذ بعض أرقام.